عذرية من زمان، انا عذرية من زمان. حاط على وضعية سبورت. شوف الموتر يعني بندر، ايش رايك يهابد ما يهابد؟ هو اللي انا اشوف يعني هذا بالنسبة للموتر هذا 1150 اللي معي، علشان مهابد على خفيف بس تحسه قطعة واحدة، يعني مو اللي تحس انه رخو مرة يهابد بزيادة، لا مهابد على خفيف. اللي اذا انت تبيه للبر لازم ترفعه، لازم ترفعه وتحط مساعدات اقوى من كذا علشان يصير ثابت زي شو اسمه، زي الرابتر. بس الموتر ما شاء الله تبارك الله مريح مريح. هو الكفرات متخيلين فيهن 40 كفرات، فيهن 40 ما شاء الله، جون 18 كفرات كثير. شفتوهن تمسك تمسك الحبيب تمسك. عاد عارفين انت ردي ميت على العذرية، عاد انت ما عارفين ردي ميت على العذرية. بنعدمه بالحيل. بس ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بس ما قلت لك اذا تبي للبر ترفعه تركب مساعدات اقوى، يعني اذا تبي تقول لا انا ما احتاج، ما احتاج ابد، ما عندك مشكله تكفيك هذه، على حسب استخدامك. في ناس استخدامه على ما قال اكشر يبي له يغير استخدام عادي، لا والله خلي الحلو كذا. أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين. هذا الجزء الثاني من تجربة فورد اف 150. اللي ما شاف المقطع الأول، هذا الفورد اف 150 فئة الاكس ال تي، تغير جذري كبير بالنسبة للمحرك. الفئة اللي جربناه هذه 6 سلندر باور بوست هجين بنزين وكهرب. حجم المكينة 3.5، قوة الأحصنة 430 حصان، العزم وركز معي 773 نيوتن، والجير 10 سرعات. جربناه لكم بحايل ومسكنا عليه خط وشرحنا العزل وشرحنا كل شيء. والجزء هذا جربناه لكم بنقا العذرية، الهرم الكبير المعروف بالعذرية. تعال وعيش معنا جو القيادة والتطعيس والتسييف. ما شاء الله تبارك الله، الموتر نشيط نشيط يا جماعة، نشيط ما هو سهل. أشوف بعض المواتر يأخذون عزم من بعيد، هذا ما يحتاج ما يحتاج.
من أكثر الأشياء اللي لاحظتها على الفورد الـ 150 الراحة، والراحة معروفة بكل سيارات فورد، مو بس فورد الـ 150. ومثل ما قلت لكم بالبداية، إذا أنت راعي طلعات وراعي روحات وجيات وتطعيس، الموتر نازل وجهه من قدام يبي لك ترفع. عاد فيه مراكز زي مركز 4x4 تقدر تركب له مساعدات ترفعه وتسوي اللي أنت تبي. صراحة استمتعت معنى الكلمة، ما شاء الله تبارك الله، الموتر فخامة وراحة وقوة وهدوء بنفس الوقت. أجرب لكم التسارع تحت الرانك بسم الله. وبس خلصنا يا الغالين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسانا من رشة عطر لايك على السريع، وبحط لكم أرقام المبيعات تحت بالوصف علشان تستفسرون عن أسعار جميع الفئات. فمان الله وبحفظ الكريم. نشيط يا جماعة، نشيط ما هو سهل. أشوف بعض المواتر يأخذون عزم من بعيد، هذا ما يحتاج.